الجيل ده كمان وجهة نظري ان هو مش هقول الافضل لانه اجيال النادي الاهلي كلها رائعه، ولكن الجيل ده يستحق ان هو يصعد الى المركز الاول او الثاني وجهة نظري، لانه الجيل ده عمل كل حاجه تقريبا يا كابتن هاني، بقى لهم 5 6 سنين بيوصلوا للمباريات النهائيه في كل حته، وخدوا كل حاجه وعملوا كل حاجه وتعرضوا للنقد وتعرضوا ان هم يمشوا وتعرضوا ان هم يرجعوا، عملوا كل حاجه. فانا اتخيل او انا بشوف ان الجيل ده يستحق ان يكون هو الجيل ان هم يضعوا نفسهم على منصات التتويج كاول او تاني. احنا دايما بنطلع او طلعنا قبل كده 4 مرات تالت، ولكن المره دي عندنا طموح اكبر. صحيح. عندنا طموح